أحدهم يقفز إلى السقف وأحدهم يقع على الأرض. هنا في الواندا ميتروبوليتانو المراسم، مراسم التتويج، تقدم لطاقم التحكيم السلوفيني بقيادة تامير سكومينا أمام رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للمسؤولين الكبار في اليوفا. طاقم تحكيم قام بمباراة محترمة جدا، كان على قد المسؤولية تامير سكومينا. الحكم الرابع كذلك أمامنا الإسباني أنطونيو ماتيو لاوز اللي لعب دوره لتمكين المدربين بوتشيتينو ويورجن كلوب من التحرك داخل المنطقة المتوافق عليها. إريك داير أول الوافدين من جانب فريق توتنهام الاحتياطي في هذه المباراة، دخل في مكان سيسوكو طبعا غير راضي فريق توتنهام على هذه النتيجة النهائية، لكن الليفر استحق هذا الانتصار عن جدارة توتنهام للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخ منذ تقريبا يعني تحديدا 136 الكرام. اللحظات التاريخية، محمد صلاح يتقدم كل لاعبي الليفر، محمد صلاح عنوان النجاح تقريبا اذا كانت الذاكره لم تخني، ثاني لاعب عربي بعد رابح ماجر يتوج بهذه الكاس الاوروبيه للانديه البطله 87. رابح ماجر مع اف سي بورتو نتذكره مع المدرب ارتير جورج فاز على بايرن ميونخ بهدف عالمي لطريقه تسمى على طريقه رابح ماجر. اليوم في هذه الاوقات اوقات محمد صلاح عنوان النجاح كامل الفريق الليفر بنجومه الكبار ساديو ماني فيرجيل فان دايك والبقيه نجوم الليله عالميه تتربع على سطح القاره الاوروبيه بجوان ماتيب بحتى الكيلر الحارس الاحتياطي ديفو كابتن الفريق. هذا هو خليفة ستيفن جيرارد في القيادة لليفربول، كل الجماهير في حالة استعداد والليفر مشاهدينا الكرام يدخل التاريخ الآن. ليفربول بطل أوروبا 2019 بعد أن غادرت جماهير توتنهام مدرجات الواندا ميتروبوليتانو. أطلق العينان للفرحة الكبرى لمحمد صلاح، نقول له مليون نجاح مليون مبروك لمحمد الكبير اللي شرف الكرة المصرية والعربية من خلال هذه المباراة النهائية. مبروك لكل عاشق لليفربول بعودة الكبير والعملاق الليفر إلى محافل الكرة الأوروبية والعالمية. ننتظر كذلك سوبر